اهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام بحلقه جديده من برنامجكم اليومي صوتكم، راح نعرض لكم بها ابرز ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، وننتظر مشاركاتكم عبر ارقام هواتفنا اللي تشوفوها باسفل الشاشه. تقدرون تتصلون بنا باي لحظه من لحظات البرنامج على واحد من الارقام اللي تشوفوها بالاسفل. تقدرون ايضا تتواصلون ويانا في حال ما تامن الخط وياكم لاي سبب كان ويا برنامج الواتساب على الرقم المخصص لبرنامج الواتساب، الرقم الاخير اللي تشوفوه باسفل الشاشه. تقدرون تدزولنا رساله مكتوبه، اتمنى تكون متبوعه بالاسم والمكان حتى نقدر نقراها بالدقائق الاخيره من حلقه هذا اليوم. نبدا حلقتنا مشاهدينا الكرام، واول ملف ويانا بحلقه هذا اليوم هو ملف التظاهرات وتعامل قوات مكافحه الشغب ويا المتظاهرين بمختلف محافظات العراق الحبيب. الخريجين يطالبون بين فتره وفتره بالتعيين، يطالبون بتوفير فرص عمل لهم بوقت البلد دا تغزو نسب البطاله المتزايده. يناقض هذا الشيء وجود الاف من اليد العامله الاجنبيه اللي يشتغلون بقطاعات مختلفه بالبلد، اهمها قطاع النفط. عدد من المهندسين ظهروا أمام مجلس محافظة البصرة للمطالبة بالتعيين، وانتهى الأمر بهم أن اعتدت عليهم قوات مكافحة الشغب، حالهم حال أي تظاهرة تصير بالعراق، وضربوهم وفرقوهم. خلونا نشوف هذا الفيديو. الملازم شال الكاميرا لما ممنوع يصورون، وذاك شايل الدرع ويضرب ويدفع ويقولوا له لا تدفع، وهم دا يصحون سلمية سلمية. السؤال اللي ينطرح هنا، هل من الممنوع أن المواطن العراقي يتعين؟ هل من الممنوع أن المواطن العراقي يدعي بحقه؟ هل من الممنوع أن المواطن العراقي يعيش؟ أنا خايف لا باكر عقب اليد العامل الأجنبية يروحون يتظاهرون ببلدانهم أمام السفارات العراقية اللي موجودة هناك، لأنه الشباب دا يريدون يأخذون حقوقهم، لأنه فعليا اليد العاملة الأجنبية البنغاليين والأفغانيين والهنود وغيرهم وغيرهم والصينيين والكوريين هم أصحاب الحق، مشتغلين ومتعينين ورواتبهم أفضل رواتب 60 و65 و70 ورقة بالشهر، بمقابل ذلك بدل سكن وبدل مشرب ومأكل وبدل نقل وبدل كل شيء، كل شيء دا يحصله بالوقت اللي بيه المواطن العراقي لما يطلع ويقول لك يا برد اتعين ينضرب، يا برد اشتغل ينضرب، يا بحولوني من عقد الى تعيين على الملاك الدائم ينضرب، يا بطوني عقد ينضرب، يا احنا العشرة الاوائل تسلسل 4 إلى 10 عينونا ينضرب، يا احنا المحاضرين المجانيين عينونا ينضرب. هذا اللي دا يصير بالبلد. السؤال ليش؟ ليش اليوم العراق ما بحقوق للعراقيين؟ روحوا افتروا كل بلدان العالم، واني افتريت ببعض بلدان العالم. لما يتخرج الشاب الاجنبي ما له حق يتعين، واني واحد من الناس اللي لما تخرجت من جامعتي قبل فتره طويله من الزمن وردت اتعين بالخارج ما لقيت فرص، لان يقول لك ابن البلد احق، إذا ما لقينا واحد يعوض عنك من ولد البلد عينك. صارت وياي بأكثر من مكان لحد ما الله وفقني بالإعلام. مشكلة وما بها أنه عندنا بالبلد
المواطن لما يطلع يقول يابا أنا ابن البلد، أنا هذا المواطن اللي أنتوا تركضون وراء بالانتخابات، أنا هذا المواطن اللي أنتوا تركضون وراء حتى ينتخبكم لما تصير انتخابات إذا كانت أكو انتخابات، أنا هذا المواطن اللي لما تبدون تجهزون نفسكم لأي انتخابات تطوني شوارع وخدمات ومولدات وبطائق رعاية اجتماعية ورواتب وتعيينات وعود وتركضون ورايا في سبيل أنه أروح للصندوق وخلي ورقة بها اسمكم وأطمص صبعي بالحبر الأزرق، ولما نجيكم هسه وأقولكم يا باني هذا المواطن نفسه انطوني حقي ينضرب الأمر نفسه ويا المحاضرين والعقود اللي ظهروا أمام وزارة التربية ببغداد. ذولا همين طالبوا أن يتم تثبيتهم على الملاك الدائم بعد ما أكملوا سنتين عقدية بحسب الاتفاقات اللي صارت بين الوزارة وبيناتهم. هذا الشيء اللي صار ويا خريجي البصرة أيضا وتكرر ويا محاضري وخريجي كليات التربية هناك من اعتداء وضرب وإنهاء إلى تظاهراتهم بالقوة من قبل منه قوات مكافحة الشغب. هل المطالبة بالحقوق هي شغب؟ أتمنى يكون عندنا جواب على هاي النقطة. أريد أوجه كلمة إلى عناصر قوات مكافحة الشغب وعناصر القوات الأمنية وعناصر الجيش العراقي. لا من المروءة ولا من الشهامة ولا من الرجولة أن تعتدي على امرأة أو فتاة أو شابة أو مسنة. مو من المروءة نهائيا أن تخلي نفسك بالضد أمامها بموقف باستخدام اليد. مو من المروءة أيضا أنك ترفع إيدك على أي فتاة أو أي امرأة. فأتمنى لما المحاضرين والتربويين والتربويات بالذات لما يصيحن بصوتهن السلمية تريد تكون متواجد حتى تحافظ على الأمن تواجد، بس أوقف على صفحة، لا تضرب، لا تهين، لأنه ما أتوقع واحد يجي ده يقول لك أنا أريد أشتغل بهالبلد هذا وأريد أخدم بهالبلد هذا وأريد أنطي حق لهالبلد هذا وأخذ حقي اللي هو أنه إذا اشتغل بهالبلد هذا وخدم 20-25-30-35-40 سنة وراها لما أكبر وأتعب وبعد ما إلي حيل حقي يكون إلي تقاعد جراء سنوات الخدمة اللي أنا خدمتها، مكافأة إلي لسنوات الخدمة اللي أنا خدمتها. ولا تنسى أكو ناس قعدوا بس 4 سنين بمجالس محافظات برلمان بمحافظة برئاسة وزراء ما حد يعرفهم، ما حد سامع بيهم، ما حد سامع صوتهم، ما حد شايف شغلهم، ماخذين رواتب تقاعدية بالآلافات وبالملايين. فخليك وياهم شوية. الناس لما شافت هاي الفيديوهات علقت أم مصطفى ما نستغرب أي شيء، الدكتور والمحامي ينقتلون والتربوي تحت رحمة قوات الشغب، رونق سامي تقول حسبنا الله ونعم الوكيل، ضربوا محاضر وراها دفعة وبنية هي وبنتها طفلة وأخذوا تليفونها والطفلة تأذت، وأم زينب الهاشمي تقول تم اعتقال ممثلين عقود 2020 لأنهم طالبوا بحقهم بمظاهرات سلمية، نطالب بالإفراج عنهم حسبي الله ونعم الوكيل. وليلي تقول الله يأخذهم حسبي الله ونعم الوكيل،
لكم حادين سنونكم علينا، شبيكم ترى احنا اخواتكم مو غربه، المفروض توقفون ويانا مو علينا. الكلمه اللي وجهتها قبل شويه قالتها الاخت هنا انه ذولا اخواتهم لازم يوقفون وياهم مو عليهم، ولازم نعرف انه احنا اخوه بالوطنيه، ولو هم السياسيين الموجودين هسه ما يعرفون شنو يعني وطنيه، لانه لا اكو سياده ولا اكو قانون ولا اكو جهد ولا اكو شيء ولا اكو كل شيء، كل شيء غلط بالبلد اشوفه اليوم. بس احنا نقصد انه احنا وطننا واحد وبلدنا واحد ولهجتنا واحده ولساننا واحد، ذني كلهن مهما كانت الطائفه مهما كانت الديانه من المفترض تكون اعلى واسمى حتى نكون ايد واحده متعاضدين حتى نرفع بلدنا نسمو به نرجع الى العراق بلد الحضارات جمجمه العرب. ابو عمر من بغداد حياك الله. حيا الله قناه الرافدين وحيا الله استاذ افل وتحياتي الى جمهورنا الكرام الخاص. حياك الله اخوي. حياك الله استاذ. استاذ افل احنا نعرف بكل بلدان العالم او كان في العراق من يصير عندنا خريجين من يصير عندنا ناس يعني اهتموا بنفسهم اهتموا بدراستهم وصلوا مرحله يطالبون الدوله بانه يريدون حق ان يبنون دوله لا. ان يبنون مجتمع ان يبنون تبني اجيال يعني بكل بلدان العالم والعراق كان ايضا له سابقه ياما خرج يعني من ناس عباقره من ضباط من دكاتره من علماء تخرجوا كثير. للاسف احنا من 2003 لحد الان يعني الخريجين عندنا والله هم يوفقهم وان شاء الله نامل ان يكون هذا الشعب للاحسن بوجود هاي الحكومه الفاسده احنا ما يكون راسنا بخير ولا يكون عندنا مواطن يتخرج ويتعب على نفسه اكثر من 20 سنه ويتخرج ويريد له تعيين ويريد له مكانه. للاسف ماكو الا مكانه، نلقى المكانه قوات الشغب تقتل بيهم وتضرب وتفرقهم. هذا للاسف هذا نتيجه انه الانسان المجتهد والانسان اللي تعب على روحه واللي اهله صرفوا عليه من اجل ان يوصلونا مرحله. للاسف الحكومه من دشوب هاي قوات الشغب اللي هي جاي ترسل عليهم على مود تفرقهم، هذا دلاله على ان حكومتنا ما عندها قدره انه توظف، ما عندها قدره انه تحتضن هذول الشباب يعني اللي هم عندهم طاقات المفروض تستغلهم تبني مجتمع تبني اجيال تبني دوله، ما تبني حشد وقتل ومنها وسرقات ومخدرات. هاي المفروض لو كان دوله نظيفين يا استاذ افل انه لازم يكون الشعب وجودهم يعني لا. ناس يعني تعبت على نفسها لازم يراد لهم مكانه وتبيض وجوه الدوله والدوله ايضا تبيض وجوههم من هذا الشعب اللي تشوفونه. بس للاسف هذول ناس وجوههم مسوده وناس حاقدين على الشعب ناس ما عندهم غير تفريق هاي المظاهرات وتدميرهم، ناس التهوا بوقهم وسرقت اموال العراقيين، التهوا بالمخدرات، التهوا بالقتل. للاسف دوله ما يعني ما نشوف اي مبادره لهذول الشباب اللي قاعدين يتخرجون، يعني طيب الجامعات والكليات الاهليه الاحزاب اللي انتم نفسكم جاي تبنوها وتاخذون اموال يعني سنويا للطالب كذا مليون، ليش من يتخرج انه ما تقدموا له في مكان يصيرها؟ ليش بس تاخذون فلوس من العالم ومن هالشباب من هاي العوائل؟ من يريد له تعيين المفروض المدارس الاهليه والجامعات يتحاسبون بها لانه هذا طالب درس على نفسه وتخرج من هاي الجامعات وهاي الاحزاب اللي بنتها. المفروض تحاسب وزير التربيه وزير التعليم كلهم ان يحاسبون لانه احنا عندنا ناس يعني بدل ما يجيبون الايدي العامله من يعني بنجلاديش او مع احترامات الدول العربيه يعني خلي يوظفون ابناء شعبنا. يعني ما ممكن انه احنا نشوف العماله الاجنبيه تدخل للعراق وبالمهندسين وكوادر عمال واحنا ابناء الشعب العراقي نتفرج عليهم ويضربونه ويقتلون شبابنا. هذا دلاله على انه ما عندهم حب للوطن، ما عندهم حب للولاء هذا الشعب. ومهما كانت هاي الامور لابد ان يجي يوم وتسحق هاي الاحزاب وتسحق هاي الحكومه ويتعين كل مواطن اللي اخذ حقه واللي راح يعني دم هدر من هاي الاحزاب الفاسده وقتلتهم، وان شاء الله اليوم اللي راح قريبا عليهم ان شاء الله جاي ويعيد العراق بامجاده وناسه واهله. وتحياتي لك استاذ افل وتحياتي لقناه الرافدين البطله.
ناشط من محافظة البصرة يكشف لنا ملف خطير بصحة محافظة البصرة. كشف كتاب سري يرجع تقريبا هذا الكتاب قبل سنة. الكتاب موجه من مدير صحة محافظة البصرة إلى وزير الصحة، يطالب به الوزارة أن تحول المستشفى الكويتي بالبصرة واللي ما أنجز إلى حد هاي اللحظة إلى الاستثمار، أو يعني يخلي هاي المستشفى بيد مستثمر بالوقت اللي ينتظر أهالي المحافظة افتتاحها. ليش ينتظروا؟ حتى يخفف عليهم معاناتهم الصحية والطبية وظل نقص المستشفيات الحكومية، انعدام الرعاية بها. وقال الناشط واعتبر أنه هذا الأمر هو بيع لأحد مستحقات البصرة المهمة من خلال تحويل مستشفى عام إلى مستشفى خاص والمتاجرة بالمريض. خلونا نسمع. تحافظ على أمانة ومدير صحة البصرة بدأ يبيع المؤسسات الصحية، وبالتالي هذا مستشفى الجراحي الكويتي. السيد مدير عام صحة البصرة يريد يبيع استثمار، ومخاطب السيد الوزير من سنة وواحد راح يقول لي وين الدليل أبو حسن؟ استلم الدليل بالفيديو راح يكون موجود. السيد مدير عام يخاطب الوزير يقول له خلنا نعطيها استثمار أو بيع أو شراء أو نحولها إلى خاص. شنو هاي التجارة بالمريض؟ منين تلقاها؟ والمناشدة تحت أنظار السادة النواب، ولا أستثني منكم أحد باعتبار أنتم ممثلين إنه والله إذا ما شفت فزعتكم بهذا الملف راح أعتبركم متآمرين على البصرة، ولا أردنا نبيع مستشفى عام وطتنا يا الكويت. يا أخي الكويتيين تعالوا قوا مستشفياكم، السيد مدير عام راح يبيعها. هذا بدل ما تطور واقع الصحي. وأنا أعبر أقول العمل متواصل، والسيد مدير عام غير من آليته وعمله وراح يحسن القطاع الصحي. صار مستعجل بيه وكاتب بالكتاب قرب موعد الانفتاح. تعال يا وزير الصحة خنحوله خاص، خنحوله استثمار. ليش يا مدير عام صحة البصرة؟ مو إحنا ورانا شبر وموت وآخرة؟ عبالنا من تم قلنا شا صالات العمليات بالتعليمي من 2019 ثلاث صالات أوروبية متروكات على نسبة 2% و100 مليون 130 مليون. شاش عجب استعجب بالكويت وترك ذن. الظاهر الكويتي عنده بي مشروع وما نعرف يا عربيد من العرابيد راح ياخذه يا متنفذ. أنا عوزي مستشفيات أهلية بهذا التقاطع 2 بهذا التقاطع 3 بهذا التقاطع 4. ليش يا مدير عام صحة البصرة؟ إحنا الوصفة كتابين أو ثلاث كتب ظل الناشط يعرضهن. لكن المشكلة تعرفون شنو اللي دا يصير بالضبط؟ واحد يجيني يقول لي أنا بعيد عليك ما موجود يمك، وهذه فلوس وأريدك تبني لي بيها متنزه وجامع وتبني مركز أو مستوصف طبي للمنطقة مالتك. أنا أبني المستوصف والجامع والمتنزه بالعافية عليه، ليش أبنيهن؟ أنا أقول له بنيتهن، أدز له صور من غير مكان، والمستوصف أول ما يخلص بدل ما أكتب عيادة شعبية وأنطيها لوزارة الصحة، لا أسويها مركز طبي خاص وأسجله باسمي من اللي يدري، والفليسات البقية أبني لي بيهن قصر. مستشفى الكويت متبرعمي ودازة فلوسه ومبنى وصار اسمه المستشفى الجراحي الكويتي، دا يبنوه دا يكملوه، يتحول استثمار على أي أساس؟ أتمنى هاي القضايا لما تطلع نعرف تبعاتها. نسيم الباهر يقول يعني خلق مدير مخلينة الأحزاب السائبة ما حد يقدر يغيره. الله أكبر عليكم إن شاء الله. مالك السعدي مدير صحة البصرة مدفوع على الشعب البصري. علي أبو محمد المياح يقول مستشفيات أهلية عبارة عن نهب أموال وأخطاء طبية، وهذا تحت أنظار الحكومة، والمصيبة تحمل أسماء توحي إلى الإنسانية وهي بعيدة كل البعد عن الإنسانية والمهنية. حسين المحمداوي يقول صحة صفر بالبصرة، وين محافظ البصرة ما يشوف جاي يصير. فكان هذا تعليق الناس على قضية محاولة مدير صحة البصرة، أو مو محاولة يجوز الصير يعني، وقريبا جدا، لأن يقول لك من سنة هم دازين كتب حتى يحولون المستشفى الكويتي اللي لحد الآن ما انفتح وتحت الإنشاء من مستشفى حكومي إلى مستشفى خاص أو استثمار، يعني
مستشفى أهلي. أم ياسمينة من البصرة حياك الله. أي والله، بس المستشفيات الأهلية تشتغل. نعم. ولا الحكومية كل شيء ما قردية. يعني أنا كنت أشتغل بمستشفى التعليمي، كانت تشقد نظيفة وأدوية بيها واهتمام، هسه كل شيء ماكو. لا نظافة لا أدوية، نسبة الوفاة يعني لو أبسط شيء هي يموت الإنسان، يعني نسبة الوفاة زادت. كان بذاك يعني الوقت شقد أكو اهتمام للمريض، اهتمام للبيئة. البيئة هسه البيئة وسخة، شو تتصور؟ يعني هي مو بس المستشفيات، حتى هذا البناء السكن للمجتمع، ناس ما عندها بيوت ضالة، إذا يشوفونه والله نريد نسوي مركز، نسوي مدري مستشفى، نسوي هذا إلهم هاي المشاريع. وهو سكن بيت خطية ما عنده. أمس ولد شفته بلاي البطاقة التموين، ما البطاقة الذكية يسوها الجديدة الوطنية، حجالي قلت إنه قاعدين شايلوننا خالة، وهو قاعد يعني ما عليه شيء. قلت له تعال شوف، إحنا على الرصيف بانين هذول الظاهر يخافون يشيلون، وين يصدرون الماي تكرم والقاذورات على الشط؟ يروح على شط العرب، على شط العرب، يعني بحيث تلوث شط العرب. الشركة فحصوا الماي قالوا لهم هذا تلوث، شلون تخلون المجاري على شط العرب؟ يعني هاي مستشفى التعليم كانت نظيفة، ماي ماكو هالقد نظيف معقم، لا يعني أشياء نظافة لا شيء. جايبين هذا العامل يعني من غير دولة، يعني إيش قد عندنا بطالة، يعني بتجك يرش ماي والصرافر والهذا يرشه وركاب، والله باكستاني ما أدري شنو هو جايبينه. يعني مستشفيات الحكومية خالة رديئة، بس الأهلية تعشف المستشفيات الأهلية. وين ما تروح مستشفيات أهلية، تروح للطبيب هم نفس الشيء الظاهر، يعني هو أكو اتفاقية، يعني هذا الطبيب العدة عيادة يستغنمون من وراء الأموال لهم بيناتهم. بيناتهم يعني مو للدولة. والله أنا جاي أقول لك يعني كل هاي الأموال منهوبة مو للدولة، ولا تفيد المجتمع وللشعب. ولا اهتمام بالمستشفيات، ولا اهتمام بالبيئة. البيئة هاي بيئة وسخة. بيئة مع الأسف، يعني وينها؟ ما راح ينتشر عندنا الأمراض والوباء؟ يعني انتشر عندنا الأمراض. مستشفيات كانت إلها يعني معنى الحكومية. هسه كل شيء ماكو، رديئة. ليش توصل بينا الدهر؟ يعني الدول أحسن من عندنا؟ إحنا كنا أحسن دول بالنسبة للطيب، للصحة، المستشفيات. وصلنا للرديئة. يعني أنا هسه شوفني عمية عيوني يومي أروح للطبيب ويعطيني هذا، والأدوية حتى الأدوية يعني ظهر، حتى الأدوية هم يعني جايبيهم سويها ملوثة، يعني أكو قطرة تشوه عينك من أرداء المناشئ، لأنه إذا البطاقة التموينية يجيبوها من أرداء المناشئ فما بالش بالأدوية. نعم، شكرا لك أم ياسمين. يعني قضية الصحة بالعراق، العراق ولسنوات طويلة جدا كان يمتاز بشغلتين وكنا احنا متفاخرين بها، هي مجانية التعليم حتى تخرجك من البكالوريوس، ومجانية العلاج. كانت مجانية التعليم ومجانية العلاج واحدة من الأشياء اللي كان العراقي يتفاخر بها. لما يطلع إلى بلدان العالم ويشوف العلاج ويشوف هواية أمور ويقول هم أنا يمي بلاش، ويشوف الدراسة والمدارس الأهلية أو المدارس الابتدائية والمتوسطة والإعدادية تأخذ مبالغ مخيفة من المال بالنسبة إلى العراقيين في السبعينيات وثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي، ويقول لهم أنا يمي الدراسة ببلاش، أتخرج من الجامعة ببلاش، أتخرج وراها القتعيني بتعيين مركزي، دائرة التعيينات المركزية هي تعيني، أروح أتعين وأشتغل إذا كملت ماجستير ودكتوراه عندي راتب يجيني إضافة إلى راتب وظيفتي، وإذا كملت ماجستير ودكتوراه وقدرت أتعين في جامعة وما أعرف شنو فأموري بخير. فكنا نهتم بالتعليم وكنا نهتم بالصحة. المشكلة اليوم عندنا وزير صحة أكو مستشفيات، من المفترض أن وزير الصحة هو مدير عام كل المستشفيات الحكومية، بس إحنا عندنا مدير عام لازم تشاكوش ويفلش ومهتم بشنو؟ بالأهلي. نروح إلى ملف الخدمات، نروح إلى ملف الخدمات والمدن والأقضية والنواحي المهملة وانعدام الخدمات بها. ناشدلنا ناشط من محافظة ذي قار من أجل النهوض بواقع المحافظة
خاصة مدينة الناصرية خدميا وإعماريا، لأنها تعاني من نقص الخدمات وإهمال خدمي كبير. ويتساءل ليش وقت الحكومات اللي تتعاقب على حكم البلد ومجالسها ما تشتغل ولا تأدي واجبها إلا بالمناشدات، وحتى بالمناشدات ما تسوي شيء. مو الأحرى بهم أنه يسوون خدمتهم ويسوون شغلهم خدمة للمواطن بيها؟ خلونا نسمع. السلام عليكم، هاي أول مناشدة المحافظ ذي قرار الجديد اللي هو مرتضى الحكيم. يا مرتضى الحكيم، يا محافظ ذي قرار، بما أن أنت جيت وتنصبت وصلت محافظ، هسه يطلع الواحد يقول لي انت مقاطع. اي محافظ اي مسؤول يجي اناجده واطالبه لمدينتي وللمحافظه. فهاي رساله الك. الاقضيه مهموله وترابه واغلب المناطق بس على المناشدات. النواحي كذلك هم مهموله وبس على المناشدات. فما نريد هذا السيناريو ينعاد نفسيته. ما نريد إلا الناشد يتبلط شارع، ما الناشد ما يتبلط شارع. هاي إلك يا مرتضى الحكيم، ومن أقول يا مرتضى الحكيم الناصرية تفهم وهو يفهم. وهذا ما بيشوى رجال البارحة احترف باتصال الهاتفي إنه هو تابع السيد عمار الحكيم. فبما أنه أنتم أحزاب وراح تشتغلون تقولون نشتغل، الناصرية تعبانة، أغلب المناطق ما مخدومة، قدمونا خدمات مو إلا مناشدات. يطلع أبوهاي السعيدي أو يطلع غيره يناشد، حبوا لكم كوادر التابع. رد تسأل سؤال بس الناشط جاوبني، رد أقول لكم مرتضى العلاقة بالحكمة جاوبني، قال هو اعترف. بس فدوى ضحكتك هاي اللي أنت فرحت بيها من صرت محافظ، خلي المواطنين لما يشوفون المحافظة ماتهم يضحكون نفس الضحكة. ولو أشك، اشتكى أحد أهالي محافظة ذي قار أيضا من تأخر إنجاز الجسر اللي يربط الناصرية بباقي الأقضية والنواحي الإدارية بالمحافظة. قال تقريبا هذا الجسر متأخر من 8 أشهر، لحد الآن ما اشتغلوا بيه وانترك الجسر قديم مفلش، ما أزالوا الأنقاض أصلا. واشتكى أنه المواطنين دا ينتظرون إلى ساعات مضطرين ومجبرين حتى يقدرون يعبرون إلى وسط المدينة. خلونا نسمع. طبعا النصر 120,000 عندنا بس هذا الجسر، وذاك راح يتفلش. هذا الجسير انحال صار له تقريبا بال7 أشهر أو 8، المدة مالته 3 أشهر. شمتانين بس بطرق الآليات شو نفسه، لا شلتوا هاي الحديد مالته نفس الشغل مالته، شنو سويتوا إليه ما أدري. ليش ماكو متابعة ليش لهذا الجسر؟ عم انقطعنا بالعباس، ما نعبر الصبح، ما نعبر الصوب الصوب. يعني واحد يريد يعبر الصوب الصوب ساعتين جسر واحد ومفلش؟ زين هذا لوين مثلا سنة بعد غير حطيت لكم قطعة هنا وقلتوا 3 أشهر، هسه قضن وفوق من 3 أشهر وقضن ولوين؟ ماكو مهندس، ماكو مسؤولي حاسب، والله جزعنا يا ناس. الآليات أستاذ العزيز، أكو واحدة من الآليات بها دشلي مكسور، وهذا الدشلي ما موجود بالعراق، ودي خاطبون الشركة المصنعة إلى هاي الآلية، دين قالوا لهم ما عدنا بالمخازن، فالشركة قالتهم دزولنا الدشلي المكسور. فهناك هسه دي يسوون قالب حتى يصنعوا لكم دشلي لهذه الآلية حتى ترجع تشتغل حتى يكملون. فعليا بالعراق كل شيء دي يصير أرض خصبة ميز للنصب. يعني شنو جسر مفلش صار له 8 أشهر مكامل؟ شقد مسافة الجسر؟ شقد كيلو؟ كيلوين؟ 3 4؟ هاي مستحيل تلقوا 100 متر 200 متر. روحوا شوفوا دول العالم عشرات الكيلومترات بل آلاف الكيلومترات بالصين أكو بها جسور ما سووهن بأسبوعين. هذا الفيديو اللي ده شوفوه أمامنا هم بالناصية اللي ما تنتهي بيها معاناة أهلها بسبب تهالك بنيتها التحتية. هنا دا يحكي عن مركز مدينة الناصرية، مواطن ينفجر غاضب على الحكومة وعلى المحافظة وعلى مجلس المحافظة بسبب دمار أحد شوارع المدينة اللي يفتقد لكافة الخدمات، متروك مكسر غير معبد، ويتساءل مليارات الشعب وين دا تنصرف بالمحافظة بالوقت اللي المحافظة ما بيها شارع خدمي واحد. خلونا نشوف. شوفوا صورت ذاك يوم، شوفوا الروطان اللي بالشارع،
يعني رئيس وزراء ما يجي يشوف معاناة الناصري حقيقي محمد شياع سوداني. جيتك الناصري امن جيتك مفطح غير شو الوضع الواقع البائس بالناصرية. شو الشوارع مالتنا هذا السريع هذا مركز مدينة الناصرية مو بعيد هذا يبعد كيلو عن دوار حكومية ومركز مدينة الناصرية مركز القرار ديوان معاوضة يعني بعيد كيلو عني. شنو الستار هذا معاوضة قرار شنو الهمال جايبين تراب وقردية سادية منها شكلك موقع الاستدارة. هذا الشارع هذا الشارع حيوي السريع أظلم بالليل تدون له لا أظلم بالليل هذا لا أكو إنارة لا أكو خدمات شارع كله روطان. أنتوا لاحظتوا أبو الدوج الجيرني يمشي أعوج. أقدم لكم هذا الفيديو فيديو مندس احنا ما بدنا نحكي شارع. أقدم لكم مدينة ألعاب محافظة ذي قار مدينة ألعاب مدينة الناصرية. السلطات في الناصرية ارتأت انه احنا ليش نسوي مدينة ألعاب وناخذ تيكيتات من العالم لا نسوي لهم هيك شارع يجون بسياراتهم طسة نقرة حفرة طسة نقرة حفرة شايع الشارع برواط أحلى مدينة ألعاب يطبون بها العالم. وهذا حالنا خدمات ماكو تعيينات ماكو شوارع ماكو كل شيء ماكو. ولما يطلع واحد يقول لك أريد حقي ينضرب ولما يطلع ناشط ويقول لهم هاي الخدمات وين يطلع له سياسي ما مثل التميمي بدياله ويهدد. محمد سوادي متابعة ماكو شركات تعمل في القضاء بمزاجيات لديهم الراحة التامة بعدم وجود إدارة والسبب واضح لو كان مهندس مدني خبرته في المشاريع لما أصبحنا قمة المهزلة الإدارية. أحمد الجبوري ماكو متابعة شغل إكلاوات. وأبو مصطفى هذا المشروع يباع الواحد الثاني ماكو مراقبة محاسبة قوية متأخرة البنى التحتية العراقية كلها الفساد لا ينتهي. عادل منعثر الخفاج يقول أخذوا الفلوس وطفروا يم مدرسة صار 12 سنة على نص وعافوها وطفروا ملاعب على طريق الناصرية والعمارات قبل الشطرة هذا الجسر أهم ضيفة إلهن حسبنا الله ونعم الوكيل على كل ظالم. يعني الأخ عادل انطاك مجموعة من المشاريع الخدمية اللي من المفترض أنه يكملوها بس الجماعة شنو أخذ المالات حطهن بجيبه وشمع الخيط وطفر. أبو عمر من الناصرية حياك الله. أستاذ أفعل حياك الله يا غالي. شلون صحتك؟ نحمد الله على كل شيء. طبعا بالنسبة عمي أستاذ أفعل جاي تحكي على الخدمات بالناصرية. طبعا الخدمات بالناصرية معدومة. نعم معدومة معدومة يعني كلش تحت الصفر. ليش؟ طبعاً طبعاً مع الأسف مع الأسف مع الأسف خلي يسمعوني ثوار تشرين طبعاً الأخص بالناصري. نعم. زين ليش أعطيتهم فرصة وجدت عادة الأحزاب وعادة مجالسهم زين لولا وذولا بالنسبة والله نداء من قناة الرافدين الشريفة الطيبة هي وكادرها. نعم. والله العظيم ذولا جايين من تشرين. جايين راح يجون هم أزيكم والله العظيم قسم العظمة راح ينتقمون من عندنا واحد واحد زين لولا هم جايين ذولا نفسيتهم ومع الأسف هم ذولا رشحوا نفسهم التشرينين رشحوا نفسهم بالبرلمان الشغلات هاي لأن يعني أنتوا شفتوا هاي الزبالة علينا زين تسمعني عم فهد؟ نعم جبتوا الزبالة علينا لأن ذولا زبايل حتى محمد شيع السودان زبالة زبالة مثلهم ذولا لا يحلون لا يرضون ذولا جايبون نفس نعم عادة نفس الهاية هم عادة أذهرنا وارتعيشنا عنا نفس الكتل عادة ونفس السلسلية جلولا هذا جسر مجسر هذا بالناصرية جسر صالف بعض 10 سنوات ما تقد ما حد يغطي الشركة وبهذلوا العالم بهذلوها عن مشي طلعنا احنا طلعنا تشرين طلعنا ضد الاحزاب الفاسده وثقة الاحزاب الفاسده بس مع الاسف على تشرين no. على انت صدق تشرين على انت تشرين شوف انا اعطيكم انا حاكيكم والله العظيم الدعم اللي عندي والله دولا ما اخليهم يا لولا ما اخليهم لان الاحزاب هي كبر راح تفضل محافظه والله والله لا استاذ افعل يا لولا والله العظيم وما نخليكم واقل حركه تدور عليها هاي الناصريه هاي الله يرحم عليك هاي الناصرية عمي
هاي خلي يسمعون هاي الناصريه هذول يعني مو سمعت لو ما في محافظتنا محافظاتنا بس الناصريه تختلف عن باقي المحافظات. نعم يعني والله نوكل والله ونط الشهداء ونط الجرحى واحنا واحنا مستمرين لحد الان وياكم. والسلام عليكم عمتي. عليكم السلام ورحمه الله. شكرا شكرا ابو عمر. من انعدام الخدمات والبنى التحتية إلى مأساة أخرى، وراح نبدأ هم بمحافظة ذي قارب هذا الملف. أهالي مدينة الناصرية يعانون أشد المعاناة بسبب انتشار النفايات والزبالة أجلكم الله على أرصفة وشوارع المدينة، ويتساءلون شنو دور البلدية، ليش ماكو حاويات لرمي النفايات، ليش ماكو دور ومراقبة على هاي القضية، ليش ماكو عجلات كبس حتى يرفعون هاي النفايات. علما أغلب محافظات العراق مسؤولية التنظيف بالمحافظات تنطي إلى شركات خاصة، واستثمار هو باب من أبواب الفساد بالوقت اللي توجد بكل مدينة مديرية ودائرة بلدية وعدها عمالها وعدها عجلاتها الخاصة اللي من المفترض هي المسؤولية الكاملة عن قضية رفع النفايات من الشوارع والأزقة والأحياء والمناطق والقصبات والنواحي وكافة الأشياء الإدارية بالمحافظة. خلونا نشوف الناصرية. طبعا السلام عليكم، أنا حاليا منطقة الشرقية. هذا الشارع تو تم تشييده، تأهيله وصبغة وإنارة ونقول يعني شيء ربما زين. أنا شيء واحد محيرني بالناصرية، إيش وقت نقضى على النفايات؟ يعني بشرفكم هذا رصيف أو شارع عام بس شرقية، يعني أيش النفايات؟ يعني أنا مديرة البلدية اللي شهريتها 3 مليار واللي جبايتها وارداتها يعني مليارات لا تعد ولا تحصى، لكن للأسف هذا الواقع البلدية. والله العظيم ما أدري يعني العمال فضائيين مدراء الأقسام شنو مربع المدينة وين شغلك، يعني المسؤول مربع المدينة بشرفك هاي وضعية نفايات يعني الساعة بالعشرة صار ثلاثة أيام. أريد أوجه رسالة إلى محمد الشاع السوداني، أبو الله لا يوفقني، لما أنت طرحت شعار قبل شهر وقلت عامل إنجازات على هاي السنة، بما أنه العراق دي يعاني أشد المعاناة من انتشار النفايات بشكل كبير، بلا أمر عليك أنت وش كم واحد ومن ضمنكم وزير الكهرباء ركبوا طيارة قابلين تركبون طيارة وتروحون لألمانيا. ألمانيا وجدت حل إلى قضية النفايات وانتشار النفايات وبدت تستخدمها في توليد الطاقة الكهربائية، فمنها راح تشغلون الناس، منها راح تنتجون طاقة كهربائية، بما أنه العراق دا يعاني من قصور كبير في وزارة الكهرباء. فخلونا نستغل الزبالة اللي مشمرة بالشارع حتى نطلع من عندها كهرباء حتى العالم تعيش براحة، وتالية هتبيعون هاي الكهرباء للمواطن وتاخذون فلوس. فأتمنى تفكرون بالمشروع، لأنه لا منظر حضاري ولا رائع ولا الرائحة حلوة ولا المشاكل اللي تجي وراء هاي القضية سهلة، أغلبها أمراض مزمنة وقاتلة. نروح إلى محافظة ديالى. طبعا مو عجيبة بالعراق من تمشي هسه بأي شارع بأي مدينة أنه تشوف الرصيف مالتها بنفايات، مو عجيب نهائيا، رصيف شارع ما تشوف زبالة منتشرة هذا شيء طبيعي، لكن مال أنك تشوف دائرة حكومية تعاني من انتشار النفايات هذا الغريب. بدياله عندنا فيديو، هذا الفيديو يبين لكم واجهة دائرة ماء بعقوبة ودائرة حماية المنشآت، لأنه دائر هاي الدائرة وقدام الواجهة مالتها تنتشر النفايات بشكل كبير جدا من دون مراعاة لواجهة دائرة حكومية، أو بالأحرى ثلاث دوائر بداخل هذا المبنى تتشارك بنفس البناية، بينما واجهتها عبارة عن شيء يشبه مكب النفايات، بل بالأحرى مو يشبه، واجهتها هي مكب نفايات أصلا. خلونا نشوف. هاي دائرة رسمية، يعني العراق
انتشار مكبات النفايات بالقرب من المدن المأهولة بالسكان أزمة. انتشار النفايات داخل الشوارع أزمة وعلى الأرصفة. انتشار النفايات في أحواض الأنهر أزمة. وانتشار النفايات على أبواب الدوائر الرسمية أيضا أزمة. يعني ما أعرف ليش اللي موجودين بالبلد وساسة البلد يفكرون بكل شيء يجلب المرض إلى المواطن. حيدر إسماعيل، حاويات النفايات قليلة والبلدية المفروض توفر عمال نظافة أكثر. أبو علي الخزاعي، إي والله سيدنا منطقة الحي العسكري منطقة منكوبة، يرجى إيصال صوتنا إلى إدارة المحافظة الجديدة. وصفاء الضاحي، خلي المواطن يحس على نفسه شوية، ترى الدولة رغم تقصيرها ما ممكن تكون مثالية بتقديم الخدمات لمجتمع مو مسؤول أو لا مسؤول. وأحمد كريم، والله كل مسؤول ما مهتم ولا يهم أصلا، مجرد إعلام بس الصبح يصور من قسم آليات من تطلع بأنه جهد راح يطلع وصورني وكذلك. والنفايات ما حد يوصلها لهذا المكان، عبارة عن مكب نفايات. فكان هذا تعليق الناس على قضية انتشار النفايات بشكل مخيف جدا. السؤال الأهم، السياسيين اللي يسمون نفسهم سياسيين أو الكتل السياسية بزعاماتها من أصغر واحد بهم إلى زعمائهم، واللي يطلعون بالتلفزيون ويتبجحون بالسياسة والخدمات و و و و و و بعيدة عن كل شيء، مدى يفتر ببغداد؟ مدى يشوف؟ قل لي سياراتكم المصفحة ومواكبكم المصفحة، مدى تشوفون من الجامع ايش دا يصير بالشارع؟ شكوا بالشارع؟ زين هاي النفايات وعدم كري الأنهر، عدم وجود مناطق خضراء، انتهاء قضية المتنفسات الخضراء بالمدن والمناطق والأحياء، انتهاء وجود الحزام الأخضر، تغير مناخي، واليوم العراق واحد من أشد، من أكثر البلدان تعرضاً، أو من أكثر خمسة بلدان تعرضاً للتغير المناخي، لأنه الجفاف اللي صاير به مو طبيعي. هذا كله مدى تفكرون به؟ أمتى أو شو وقت يجي واحد يقعد على كرسي أو يقعد وراء ميز ويقول أنا وزير؟ لأنه يا هو دا يجي هسه مو وزير، يا هو دا يجي هسه تاجر، تاجر بصفة وزير، أو بالأحرى مو بصفة وزير، تاجر بصلاحيات وزير. لما يجي وزير تجارة ويبوق أموال الشعب حتى يجيب مواد غذائية تنباع بالسوق السوداء، ويجيب مواد غذائية تتوزع باسم وزارة التجارة من أردأ المناشئ فاسدة معفنة ماكلها الدود، هاي كارثة. لما عندنا وزير أو عندنا تاجر صحة يعتبر نفسه أنه هو ذو منصب ويستورد أدوية من أرقى المناشئ إلى المستشفيات الأهلية في حال لو وجد، أو إلى الصيدليات اللي يتعامل هو وياهم حتى تنباع بالسوق السوداء، وماكو رقابة وماكو حدود إلى الأسعار، ماكو تسعيرة حكومية. بالمقابل يستورد بعض الأدوية اللي ما تنذكر إلى المستشفيات الحكومية أيضا إن وجدت، هذه كارثة. لما عندنا تاجر مال مي ويقول أني موجود هنا لحماية حقوق العراق، وأنهر العراق جاي جف نتيجة عدم إعطاء العراق حقوقه من الحصص المالية، من حصص المائية من دول المنبع، هاي كارثة. لما عندنا تاجر ويقول لك أنا موجود هنا حتى أخلي التربية بالعراق والتعليم بالعراق هو الأفضل، علما كان التعليم بالعراق هو الأفضل بالمنطقة، نعم كان التعليم بالعراق هو الأفضل بالمنطقة وواحد من الأنظمة التعليمية المعتبرة في كافة دول العالم، وكان يضاهي التعليم الابتدائي والمتوسط والثانوي التعليم في الدول الإسكندنافية. يعني العراق أحد بلدان العالم الثالث التعليم اللي كان موجود به يضاهي دول العالم الأول. تالية هالعراق ما معترف به أصلاً، واللي يتخرج من العراق اليوم أتحدى إذا قدر يشتغل برا أو يكمل دراسة برا. فاليوم اللي موجودين عندنا على كراسيهم ومناصبهم ممن يدعي نفسه سياسي يسوس الناس، هو تاجر بكل معنى الكلمة حتى يفتح جيبه ويعبي بها دولارات، ويفتح أرصده ويعبي بها دولارات، وأولاده متنعمين في دول العالم وروحوا دوروا.
روحوا دوروا أولاد عدنان الأسد شلون عايشين في إنجلترا، وأولاد نور المالك شلون عايشين في الخارج. روحوا دوروا أولاد السياسيين شلون متنعمين. روحوا دوروا تصريح علي الشلاه لما يقول ابني يصرف على الإنترنت بالتليفون 5 مليون. روحوا دوروا لما تسمعون مطشر السامراء هو يأتي ويقول أنا ما أقبل راتبي يقل لأنه أنا ما أريد أعتذر منكم. هو هيج قال يصير حالي حال الشعب العراقي البائس. تعرفون هم ليش جايين يحكمون بهذا البلد، وليش جاي يتعاركون على المنصب، وليش جاي يتمالخون بيناتهم حتى هذا يصير رئيس وزراء وهذا يصير محافظ وهذا يصير وزير وهذا يصير نائب أو نائب محافظ أو نائب رئيس مجلس نواب أو رئيس مجلس نواب. نلتقيكم على خير إن شاء الله مشاهدينا بحلقة جديدة من برنامج صوتكم بإذنه تعالى الجمعة. انتظرونا، في أمان الله.